مساء الخير لكل المشاهدين الاو تي في. نحن معكم اليوم من مجمع الشياح الرياضي بمباراة قوية بين طلائع دلهون وبين الزهرة المينا. المباراة انطلقت انا والشباب بخلال ما بتكونوا عم تشوفوا مشاهد منا، رح نخبركم عن اسامي اللاعبين، مش رح نشوفهم طبعا على الشاشة لكن رح يقلكم ياهم شادي. عنا بالنسبة لدلهون عنا رقم واحد بيير حلو الليبرو، أحمد سرحان رقم اثنين، رضوان البلبل رقم أربعة، نور الحج رقم خمسة، عماد سليم رقم سبعة، رواد الحزر رقم ثمانية، شادي الشعبان كابتن الفريق رقم تسعة، لوغران رقم 11 البرازيلي، أنيس إسماعيل رقم 12، زلاي رقم 13 الهنغاري، 15 وائل ربح وريناتو البرازيلي رقم 18. هيدا بالنسبة لفريق دلهون. فريق الزهرة في عنا تياغو البرازيلي رقم واحد، رقم أربعة عمر كماح، غازي فنج رقم خمسة، جميل ليبرو رقم ستة، أرتور الزيك رقم سبعة، شما رقم تسعة الفنزويلي، آدم خوي رقم عشرة، حسان صهيون رقم 11، كارلوس نيفادا رقم 12 الفنزويلي، فراس الحلو كابتن الفريق رقم 14، كريستيان هيكتور رقم 16، وهاني حليحي رقم 18. هيدا اذا اسامي الفريقين، المراقب يوسف الخوري، الحكم الاول الدولي بسام جميل، الحكم الثاني الدولي الي وهبي، المسجل فاطمه طاش، حكام الخطوط عماد بوفرحات، محمود غندور، باسم فقيه وعبد الله غوش. عصام، فريقين يعني ترتيبهم منيح، اذا فينا نحكي الزهره هو ثاني هو ثالث بالترتيب ودلهون هو سابع، شو رايك بهالجيم؟ هلا دلهون ما عنده شيء يخسره، بده يجرب قد ما كان ياخذ الماتش لانه مشان يضمن حاله ضمن الفاينل 8، وعاده دلهون بيلعب على ارضه منيح، وكان عنده لاعب مصاب سابي هلا رجع اون فورم، بتصور راح يكون فريق دلهون عم بينافس كثير منيح في فريق الزهره، وفريق الزهره كمان بده يثبت حاله. إذا هالمباراة عم نشوفها نحن وياكم مشاهدينا من مجمع الشياح، النتيجة 3-2، وهلا عم نشوف نحن وياكم أرتور الزيك عم يضرب سيرفيس جامب على زلاي، سيرفيس قاسي، شادي الشعبان بحضر وبيربح زلاي مع ثلاثة بلوك من الزهرة، بيطلع بشوطة خفيفة 4-2 لدلهون على الزهرة. هون عم نشوف ثلاثة بلوك بس ياكو كان ايديه بعيد عن الشبك، زلاي سيرفيس فلوت على يميل تياغو بتخلص، لكن بيير حلو ما بيقدر يوصل الطابة. الزهرة عم بيقلص الفارق لثلاثة أربعة. فريق الزهرة كان ما بيهمه يخسر اليوم المباراة لأنه أنت بتعرف بصير يبعد كثير عن الأول والثاني، بهم يضل بالمنافسة. وهي تانتياغو وعم بيلعب بلا آخر مدة بتشتو، عم بيلعبها كثير منيح، عم بيلعب لاعب ماتش محبوب كثير منيح. يعني بدنا نقول هون انه الفرق رح تحمل بالفاينل 8 نقاطها معها، مزبوط، مشان هيك ما لازم يبعدوا بالنقاط. بالاخص فريق الانوار كمان عم بيرجع يفوت بالاجواء. اذا هيدي هي اجواء اكس اكس ال بطوله لبنان للفولي بول للعام 2015، بطوله مشتعله مع ثلاث لاعبين اجانب، ودلهون عم يتقدم 5-4. هالطابه جوا، طابة جوا وكثير جوا، ما بعرف ليش تركها. البلوك طلع فتح، طلع بلوك الطرف فتح الدياجونال على الاخر، طابة هيني المفروض كان اللاعب كريستيان هيكتور يشيلها على مركز رقم خمسة. البرازيلي لوغران على ارسال لمصلحة طلائع دلهون، دلهون المتقدمين 5-4. لوغران كان عنده دائما فرصتاج عالي على الارسال، وهذا اللي عم نشوفه، وادم بسجل اول نقطة لإله. هودي شادي تشانس بول، ما لازم واحد يخسرهم، كونترا اتاك عاطلة من قبل دلهون، ولاعب اجنبي موجود على الشبك يعني طلع 5-5. هيدا ادم رواد لازم نشوفه كثير اليوم، رواد عم بيلعب موسم منيح يعني كثير موسم منيح. جيد يعني عم بيكون لبناني من افضل الاجانب بالفعل. شادي الشعبان كابتن الفريق على الارسال على ادم،
هذا ما بيسجل. سوء تغطية من لاعب تياغو. هلا شادي الاستقبال عند فريق الزهرة عم يدر شوي. استقبال منه منيح. منه منيح. وقبل ارتور ما عم يستقبل. في فلوت سيرف استقبلوه بلاعبين. دلهون صار قريب من اول تكنيكال تايم اوت بهالجيم، متقدم 7-5 على الزهرة على ارضه. استقبال عاطل. طابة سهلة. طابة حلوة من كارلوس. اللاعب الفنزويلي بصفوف دلهون. شادي فريق الزهرة مثل ما بين عم بحاولوا يدبوا ارتور عن الاستقبال، وهذا بيعمل له مشكلة كثير كبيرة. والتكنيكال تايم اوت لمصلحة دلهون 8-6. عصام بداية مباراة شو صار عندك احصاءات؟ عندك شيء؟ ريناتو دلهون 3، كارلوس ريفيرا من الزهرة 2، تياغو 2، زلاي 2، رواد حسن 1، وادم خوري 1، وارتور زيك 1 نقط. تعليمات من نبيل سرحال للاعبي دلهون. هيدا جزء من الجمهور الموجود، فرقة موسيقية. بالمقابل المدرب دراغان بيعطي تعليمات للاعبي الزهرة. بتذكر انه الفريقين التقوا 10 مرات بتاريخ بطولة لبنان. توب سكوررز، توب سكوررز عندنا ريناتو بثلاث نقاط، كارلوس ريفيرا بنقطتين، تياغو بنقطتين، زلاي بنقطتين، وارتور زيك بنقطة واحدة. إذا الفريقين التقوا مع بعضهم 10 مرات، الزهرة ربحوا 8 ودلهون ربحوا مرتين، رح نرجع نحكي عن هالموضوع. ريناتو اللاعب البرازيلي كان سابقا مع نادي بلاط بالشبك. 7-8 الزهرة مع ادم خوري على الارسال. شادي دلهون مجبورين يلعبوا سيرفيس منيح. المفروض يلعبوا سيرفيس منيح ليستفيدوا من ضعف الاستقبال عند فريق الزهرة. ادم سيرفيس جامب على المركز رقم واحد على ريناتو. وبرافو يا رواد تخلص. وارتور قابل اللقط. ارتور عماد ورواد 9-7 لدى الهون. المجموعة الأولى يبدو أن مجموعة متقاربة. عماد سليم نقطة واحدة ومربوس على الإرسال. ورواد لوك اوت. على المركز رقم 6 تياغو عيطان ما بيخسر. تياغو لاعب كونتر اتاك منيح، الكونتر اتاك على طول بيسجل. هو ارتور يعني ارتور ارتور صح. 9-8 النتيجة او 8-9. اوه طابة حلوة كثير. هيدا لوغران بالفعل طابة حلوة كثير. تنسيق تام بين شادي بلا بلوك. عم نشوفه عرض بطيء بلا بلوك. يعني عادة بس يكون الباسور ظهره على الشبك صعب يعطي طابة سريع، طلع وبرم فيها وما طلع له البلوك. رواد الحسن بعده استقبال الزهرة منه كثير منيح والباس كمان. هون اصطدام لكارلوس بيفادا من برا. برات ضرب بالعمود من برا. بسجل النقطة 10-9 لدى الهون. وعم يطلب بروتكت بس هي كانت بروتكت يعني المبدأ انه محمية. عم نشوفها بالبطيء. هون عم نشوف طلع ونزل على العمود. نرجع على المباراة. ارتور زيك لازم يكون في سفنجي اسمك من هذا وعم بيقول. بلاد
مجروح على ايده. حكم بيطلب توقيف المباراة، في دم على ايده. اذا في دم اكيد ممنوع يلعب. ممنوع يلعب. والحكم بالميل الثاني عم بيعطي عم بيوجه ملاحظة لكابتن فريق الزهرة. جرح خفيف بس بتصور لازم ينعمل تشينج. عصام ممنوع توقف اللعبة بالشكل هيدا. اصلا ممنوع يفوت طبيب الفريق على الملعب. مظبوط. عودة الفريقين. ارتور الزيك 9-10. ارتور عنده سيرفيس مأذي. بالفيليه كثير مأذي لفريقه طبعا. وهذا الهون عم يتقدموا 11-9. زلاي على طول عم بيكون فرق نقطتين. يميل طابة قوية كثير. كارلوس سيكتور انا ما عرفت على لوبرون. ما عرفت ليش زلاي ضرب السيرفيس هيك. ما عم بيقدر يقول جون فاتين سيرفيس بالفوق. طابة قوية كثير. وهيدا كارلوس سجل اخر نقطة. سيرفيس اوت. سيرفيس اوت. زيك. ارتور ضرب سيرفيس بالاوت وهلا دغري من بعده كارلوس ضرب سيرفيس بالاوت. عنده نقطة قوة زهرة بسيرفيسهم لهلا مش موفقين فيه. لوبرون. لوغران نقطة واحدة لهلا من اثنين. اتياغو قريب الارض من كارلوس. 11-12 هيدا كارلوس على الارسال لفريق الزهرة. الزهرة بالقميص الحمراء وطلاع دلهون بالقميص الزرقاء. هلا كارلوس افضل مسجل باربع نقاط. اربع نقاط. شادي وريناتو بيسجل على شيما. عم بياخذ طابة سريعة. عماد عم بموه وعم بياخذ طابة سريعة. شادي شعبان استقبال منيح. والطابة بتتخلص من شادي. برافو يا شادي. رواد بينلقط بلوك. رواد بلوك من تياغو على رواد. كونتر اتاك ما عم يستفيد لهون لهلا. اجى اربع خمس فرص صار ما استفاد. ما عم بيسجل. يعني هذه كانت حسنت له سكوره اكثر. رواد تتخلص. ما بيعلي. وارتور ما عم بيسجل كمان. كمان كونتر اتاك ما بيقدر يسجلوا فيها. وبرافو يا ادم. عم بيعادل ادم 13-13. طابة قوية من ادم. عم نشوفها بالعرض البطيء. هيدا ادم. إذا كملوا بالغلط بالكونتر اتاك في مشكلة عندها هون. عنده رح تكون لأنه بده يجربوا يستفيدوا من أخطاء الزهرة. ياغو. سوء تنسيق من شادي. وادم عن جديد. وادم عن جديد عم بيسجل. والزهرة عم بيقلب تأخره لتقدم. تايم اوت سريع لدرك لنبيل سرحال. عم بيحاول يستفيد عن نص قد ما في بس يكون عماد عم بيلعب كثير على السريع. عم بيلعبوا مان تو مان لأنه عنده ثلاث شويطة. عماد صحيح ايده طوال بس مش سريع. هاتوا المغناطيس مع عماد اليوم مش لاقط منيح. مغناطيس على العالي على السريع ما بيلحق يكون اجت كهربته. عودة الفريقين عرض الملعب 14-13 للزهرة. ثلاث نقاط على التوالي. سيشون همام رئيس الاتحاد. تياغو حريص على الناعم. استقبال كمان عاطل.
روات تدافع كمان كونتر اتاك مش منيحة. تياغو وبسجل تياغو. تياغو عم بسجل 15-13. والحكم بسام جميل عم يستدعي شادي شعبين. أنا بيقولوا في لمس شبك. بوينت لوس أكثر شيء لهلا. اللعيبة خسرانين نقاط، بيير حلو بسبع نقاط، كريستيان هيكتور بثلاثة، رواد الحسن بثلاثة، كارلوس ريفيرا باثنين، وأرتوريو زيريك اثنين. هيدول اللاعبين الخسرانين نقاط. يعني غريب ليبرو يكون خسران سبع نقاط. أغلبيتهم كونتر أتاك لما نحكي عنه. مظبوط. رواد هالمرة بقوة. 14-15. باص حلو كثير من شادي لرواد بلوك مان تو مان. ريناتو البرازيلي على ارسال للطلاع دلهون، عنده اربع نقاط، اربعه من خمسه. ريناتو كمان ريناتو هي ثاني مره موقع بسيرفيسو ابدا. تكنيكال تايم اوت للزهره هالمره. عصام شو رايك بالجيم لهلا؟ اللي بلش فريق دلهون كثير منيح، ما استفاد من اربع تبات كونتر اتاك او خمس تبات اتاك كونتر اتاك اللي هن الزهره كانوا عم يوصلون من عندهم. الزهره مش ممكن يضل مكمل بالطريقه اللي بلش فيها، فرجع استفاد من الاشياء اللي عملوها كونتر اتاك ما استفادوا منهم ومشي حالهم. بدي اقول لكل المشاهدين انه المباراه كانت انطلقت والنتيجه 16-14 لمصلحه الزهره. اكيد بنعتذر عن هالكم طابيه اللي ما شافوهم بسبب النقل المباشر. بعدنا بالمجموعه الاولى هالمباراه بين طلائع دلهون والزهره عم ننقلكم اياها مباشره من قاعه مجمع الشياح. ادم خوري اكيد في معي شادي وعصام وكل فريق العمل. بلوك اوت طابة ذكية من رواد. فريق الزهرة عم يضرب، مش عم يضرب سيرف قوي جامب، عم يضرب عم يضرب خفيف بس عم يجرب يسيب على بيير. عم يجرب يسيب بيير. آدم عماد وأرتور كمان على الناعم. جراند باس زلاي بسقط على الستة. أرتور بالأوت. حلوة من ارتور بس صعبة يعني دياغونال بالخارج. ارتور اليوم على غير عادي، بتصور عنده مشكلة مع لوغران. 16-16 عم مش عم بجرب يقطع عنه. بتدافع من دلهون، بتخلص من عماد وبترجع. جميل بحضر وعن جديد رويا شادي بتخلص كمان. مين رح يسجلها؟ دلهون بسجل. مباراة حلوة رائعة 17-16 لدلهون. فريقين عم يتبادلوا التقدم، مجموعة أولى حلوة كثير. طابة حلوة كثير. عم يستهدف الشباب. عماد عادة ما بيعرف يركض هلا. يركض بدافع عن آخر الملعب، هيدا عماد عم نحكي عنه. بين قديشه تعبان، طابته بالأوت. تعادل من جديد 17-17. بتذكر بحكام المباراة بسام جميل الدولي والدولي إلي وهبي، المسجل فاطمة طاش، حكام الخطوط عماد بو فرحات، محمود غندور، باسم فقيه وعبد الله غوج. جوزيه كاراسكو بدون نقاط لهلا. نفس الشيء فريق يعني فريق دلهون بس يكون في لجراع الشبك قدر يستفيد منه كمان بالخطف. عم يستفيد منه كمان. هيدا رواد لهلا سيرفيسو كان منيح رواد. بعده طابة فوق البلوك، طابة من فوق البلوك لكارليتو. تعادل من جديد. كارلوس بيفادا اليوم كارلوس عم بيلعب دوره كثير منيح لهلا، عنده خمس نقاط. هيدا ارتور، بعد ما شفنا ارتور اليوم
وبعد ما شفناه منه بالمود تبعه ارتير 19-18. يعني ارتير من اللعيبه اللي نحن بنحكي عنه على طول بيكون ستابل، ما عنده كثير اغلاط، اليوم لهلا مش موجود. تبديل بدلهون، خروج زلاي ودخول نور الحاج. زلاي ما بيقدر يعمل سيرفيس صعب لهي، عنده بعدها مشكله باصابته، بعدها ماشي. نور سيرفيس موجه اكثر، عم بده بتصور بده يصير ارتير يضرب على تياغو وكمان بيسجل كارلوس سيكتور، عم بيسجل على لوغران وعودة زلاي، خروج نور. كريستيان هيكتور على ارسال لمصلحة الزهرة. سيرفيس الجامب بالمبدأ هذا عم يعملوا على بيير، استقبال عاطل لبيير اليوم. مطلوب لريناتو كارليتو عم بيسجل دوك عريناتو فنزويلا على برازيلي. معركة أمريكية جنوبية بامتياز. هون كريستيان هيكتور نقطتين مش ثلاث سيرفيسات اوت. هلا بنشوف قد ايه خسران نقاط بالاحصاءات، لكن النتيجه 20-20. لوكرون، هيدا لوكرون البرازيلي بتفوت هيدا لهون جامب بلوك اوت عريناتو، ما بتتخلص من لوغران. كارليتو عم يلعب ماتش حلو اليوم، عم شوفه بالعرض البطيء مان تو مان، بده يلعب لاين بدل ما يلعب دياجونال. كارليتو سيرفيس الجامب كمان، بيير مش موفق اليوم. زلاي على الخفيف كارليتو وتياغو شبك، مضبوط شبك من شادي الشعبان. والزهرة عم يتقدم 22-20. أكيد في تيم أوت هون لازم يكون، عم يفتوا البارتي من إيدهم زهرة دلهون، ما في تيم أوت. 7 نقاط 6 من 11 وكمان ايس ناطره تيغلط. ايه 23-20 للزهرة، هيدي نقطته الثامنة للرقم 12 كارلوس بيفادا. وهلا طلب التايم اوت، هلا ارخص بيكون. 23-20 للزهرة. حتى عم لاحظوا على طول بكذا ماتش صرت انه الكوتشيه عملتكم كثير تيم اوتات، ما بعرف اسلوب جديد، يعني يا بياخذ تيم اوت سريع كثير يا وقت لازم ياخذ تيم اوت ما بياخذ تيم اوت، هلا تاخر شوي بتصور، يا اما مش حافظين لعيبتهم منيح يا اما في اسلوب جديد ما بنعرفه نحن متابعينه كله. بدك تعمل شويه احصاد تجديد تجديد. الزهرة صار قريب من انه يربح المجموعة الأولى، متقدم فرق 3 نقاط، لكن بعد ما في شيء انتهى. وبعده كارلوس بيفادا أو كارليتو على الإرسال. هل يا ترى رح يوصل؟ بيوصل على الناعم. ريناتو على الاستقبال وريناتو بيشوط، تدافع وباس لتياغو وتياغو بيسجل على الدياجونال ضيق. بيلعب طابع عروي كونتر اتاك. 24-20 كنا بده يشوط لاين لكن بشوط على الدياجونال ضيق، حلوة هالطابة. وهيدا كارليتو يعني نقط الحاسمة جاب لهم اياها اخر شيء على قد افضل مسجل. استقبال وطيب الطابة والمجموعة الأولى عم تنتهي بفوز فريق الزهرة، بفوز فريق الزهرة 25-20 وبيتقدم 1-0. نحن مشاهدينا ما راح نروح لبريك، راح نروح لزميلنا عبد حرب بمقابلة مع أمين عام نادي الزهرة ماهر ضناوي. لإلك عبد.
شكرا لي. بالفعل خبر كان مفاجئ، انسحاب نادي الزهره من بطوله الانديه العربيه اللي حتقام بالقاهره. الى جانبي ماهر ضناوي امين سر النادي ليعرفنا عن الاسباب انسحاب النادي. استاذ ماهر، شو سبب الانسحاب من البطوله، خصوصا انه انتم كنتوا ثالث النسخه الماضيه وكان عندكم امل انه تعملوا مركز افضل؟ اول شيء نحن تحضرنا للبطوله العربيه بشكل اساسي، وكل الترتيبات اللوجستيه تمت من الحجز، الغرف والتكتات وكل الحجوزات الاساسيه بتنسي نحن والاتحاد، وحتى باسبورات اللاعبين والترانسفير كل الجروب كله خلص. واذ نحن وصلنا لمكان حساس لما لقينا الواقع بالقاهره، الواقع الامني قديش لعب دور باخر فتره مظاهرات وقتل وضرب، ونحن فريقنا بتعرفوا وجهه التهديدات انه الاجانب ممنوع يكونوا موجودين، ونحن فريقنا عندنا 6 لاعبين اجانب من اصول لبنانيه واجانب كموجودين كترانسفير، هيدا اللي اثر بالشكل الاساسي، اضافه للي خلينا هيك راي المدرب. عندي اصابتين طفيفه لاثنين السنتريه اللبنانيه، كريستيان بظهره وادم على ايده معه مزق باصبعه، عم بيلعبوا بس مش بكامل طاقتهم. اليوم اذا طلعنا لهونيك اي اصابه للبنانيين اللي معنا ما فيك تبدل اللبناني، ولكن الاجنبي اذا كان عندك اي حاله قادر تستفيد من تبديله خلال السيزون. هيدا اللي كمان اللي خلينا حطنا المدرب قدام استحقاقات، انه انا اذا هونيك عندي كثير ستريس، كل يوم جيم 10 جيمات كل يوم كل يوم، فحطنا بالمسؤوليه انه احنا هل ممكن نكمل هذا الموضوع ولا ممكن انا ممكن اخسر لاعب منهم بالدوري اللبناني. فاتخذ القرار موضوع الامني والموضوع الاصابات الصغير، نحن قلنا ما بدنا نشارك، ونحن بالرغم من هيك حققنا مركز رابع السنه الماضيه بمربع ذهبي وباسيا ربع نهائي اسيا، كنا متحضرين بس للاسف شو بدنا نعمل؟ ان شاء الله المرات الجايه نرفع اسم لبنان عالي. شكرا. هذا كان كل شيء لي، عوده لك. شكرا عبد. نحن بنرجع للمباراه وراح نشوف اوفر فيو مع زميلنا شادي. بالاوفر فيو عندنا مبين دلهون ب 55% بالاتاك، 67% للزهره، 9 من 16 بالسايد اوت اتاك، 9 من 14 للزهره، 3 من 30 الكونتر اتاك، 3 من 6 لدلهون، 9 من 13 للزهره، ريسبشن 2 من 20 اكيد، 0 من 17 للزهره، 0 من 3 الايسس، 2 من 5 للزهره، والبلوك 2 للزهره، 1 لدلهون و13 دفاعيا للزهره، بينما 9 لدلهون. يعني من مبدا الزهره افضل بكل شيء. عصام مضبوط، حسب ما شفنا بلشوا قلنا بلشوا فريق دلهون منيح، رجعوا الزهره فاتوا بجو المباراه ورفعوا اول سل. اذا مجموعه اولى 25 20 للزهره، وحاليا الزهره متقدم 1-0 بعد ارسال بالشباك. وبعده العاطل، استقبال عاطل، عندهم مشكلة استقبال كبيرة فريق دلهون اليوم. حاضرين منيح للفريق، عم بيلعبوا على لعيب واحد كل الماتش، يعني حتى ارسال اوقات مش عم بيقوي، عم بيضربوا كل الوقت على الليبرو. كمان استقبال مش منيح وباس مش منيح، تتخلص من زلاي. عادة استقبال عاطل، عنده المفتاح على الشبك الخطيف، ما عم يقدروا يستفيدوا منه وما عم يقدر يلعب على رواد، حتى عم يلعب طبيعت كلها عادية. واضحة اللعبة. زلاي سيرفيس فلوت، ريناتو بسجل، استقبال عاطل من تياغو. كمان هن فريق دلهون عم يضربوا على الرقم واحد البرازيلي اللي هو بتصور لهلا من افضل المستقبلين بالبطولة. كل الفرق عم تعمل نفس الاستراتيجية، ما بفهمها هيدي. هو بتصور عم بيضربوا عليه مشان ما يشوط يمكن، بس هو قادر يشوط. ما هو اساسا عم يستقبل مش ليشوط. نحن بنعرف انه الاستقبال هو 90% من الفريق. بالعكس بموته، ما هو شغلته استقبال، ما استقبل خلص. ارتور وقف جامب، عم بيضرب سيرفيس فلوت هالمره. ورواد رناتو بسجل. وبيعطي التعادل 3-3. هذا ريناتو، اذا بنشوف ايدين كارليتو كانوا مظبوطين. لو جران سيزار البرازيلي نقطتين 2-3. سيرفيس جامب قوي، تياغو بهدي الطابه، وهيدا تياغو، ريناتو ما بيخلص. والزهرة بيتقدموا 4-3.
فريق دالهون بده يفوت بيرجع بجو المباراه، بده يغير استراتيجية تبع اللاعب تبعه، يعني سيرفيس مجرب يستفيد منه على اخطاء الزهره مش على قوتهم. لهلا يمكن كريستيان هيكتور مش موصل ولا سيرفيس بتصور. ما هو يا بيربح يا بيخسر كريستيان. 4-4 توب سكورر كارليتو بتسع نقاط، تياغو بثمانية، ريناتو بستة، رواد الحسن بأربعة، وكريستيان هيكتور بثلاثة. بتخلص ما بتتخلص. نفس الشيء شادي، شادي واقف على السيرفيس وضرب وين؟ مع انه هو يعني من الواحد للواحد سيرفيس على طول او على اثنين، ارتور عم يتخبى ورا. كارليتو على الارسال لفريق الزهره، كارلوس بيفادا. كمان استقبال عاطل. رواد ما بيسجل، كونتر اتاك بتطلع. وهيدا تياغو بيصيبه لشادي. 6-4 تقدم للزهره. وعم بيعتذر ريناتو من شادي. هون عم نشوف. كارليتو 10 نقاط. كمان سيرفيس قاسي كثير. ريناتو. ريناتو بسجل. طيب جوا الملعب. ريناتو من اللاعبين الثابتين كمان. استقبال واتاك وبلوك. بس اليوم سيرفيسه مش منيح. 5-6 أنا بحاول يقوي مش يوجه. هيدا مدرب فريق الزهرة كوتش دراغان. وهيدا ريناتو 7 نقاط لريناتو، 7 من 10. سيرفيس عن ناعم. وتسقيطة ذكية كثير من تياغو. هيدي على طول ديفونس على كل لعيب، بكل لعيبة بديفونس، بس طبي منا مبين عليه بيرجع لورا. ومفروض مفروض يقرب شوي ونص على نص، يا هو يا شادي حتى. يعني يكونوا متفقين قبل. هيدا تياغو عن ناعم. استقبال منيح. ورواد بسجل رواد. ما عندهم مشكلة بالاتاك بس يكون عندهم استقبال، بس عم بيروحوا طبيعة الاستقبال. وبالعكس ما بيستفيدوا من سيرفيس كمان. بلوك مان تو مان. وانا عم نشوف سوء التغطية. برافو يا ادم. 8-6 وتكنيكال تايم اوت جديد لمصلحة فريق الزهرة. ادم اليوم عم يتألق. عم يلعب حلو. 100 على 100. ادم على طول لعيب كثير مدفع وعنده تركيز عالي، بيلعب بحب يلعب. وستابل بمستوى. عادة ما بيفشل. هالمباراة عم يحضرها عصام رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الأستاذ جو هميم، وعدد من أعضاء الاتحاد نوابه علي خليفة وأسعد النخل، رئيس نادي الزهرة عبد القادر علم الدين، ورئيس نادي دالهون علي أبو علي. عم نشوف توب ديجرز أفضل مدافعين، يميل ليبرو بسبع نقاط، بيير حلو دغري من بعده بثلاث نقاط، شادي شعبان بثلاث نقاط، تياغو بثلاث نقاط، وأرتيرو زيك بنقطتين. هون كنا عم نشوف شوطة آدم، وهون حماسه لآدم. ثمانية ستة للزهرة، وآدم على الإرسال لمصلحة فريق الزهرة، عنده 4 نقاط 4 من 5، هذا بيفرجينا قديش وستابل. والشوطة يعني 4 من 5 الشوطة ما ما ما, ما خسرها، تهدد، يعمل فيها كونتر أتاك. آدم عبيير وبعدها مشت استقبال 9-6. يعني اذا بنطلع ما في غير بيير مستقبل فريق الزهره لفريق دالهون. مظبوط. فريق الزهره معهم واحد احصى بيحضر كل المتوشه وبيسجل لهم كل شيء. هذا لازم يصير يعني بالفرق المحترفه. كمان رواد. ورواد عم بيسجل. برافو يا رواد. بلوك اوت على طابية رواد ونقطة لدى الهون. عند رواد الحسن ما وصلت نقاط لهلا، 6 من 11. استقبال من تياغو
اول نقطه يمكن لارتور. نتيجه 10-7 بالشوط الثاني. يعني شادي عم بسمعك على طول، عم تقول بالزهره استقبال من تياجو، وبفريق دالهون كمان استقبال من بيير. توب بلوكرز اكيد عندنا المغناطيسي عماد سليم بنقطه، كارلوس ريفيرا بنقطه، وتياجو بنقطه. يعني لهلا البلوكات منا كثير عاليه، منا كثير عاليه. كمان زلاي بيربح طابي ولا اهين على كارليتو. زلاي رجعت شام، زلاي كان عم بيوصل، وين اتجاهه كان؟ عتياجو. 11-8 للزهرة. الاجمال بس تطلع عم تضرب سيرفيس وتحرك مخلعك، بينزل كتفك تضرب بالشبك تنزل دغري. طبيعي تياجو او هيدا ارتور زايك. ارتور عنده 3 نقاط، 3 من 6. ارتور كمان سيرفيس فلوت، مش موفق بسيرفيس الجامب تبعه، مش طيب جوا. شادي لسه مش جامب ولا مش جامب، عم بيطلب منهم يضربوا باتجاه معين. هو هيك مصوت بس كان قاعد يضرب الجامب. يعني اليوم مثل ما حسيت المدرب طالب منه سيبه بس ماشي. لا لهلا بنسبتهم. لوغران نقطتين لهلا، مش هذا لوغران بنعرفه. استقبال تخلص، وتياجو رواد بالاوت، رواد بالاوت. تقدم عم بيزيد للزهرة 12-9. شادي بعده لهلا فريد الهون ما عم بيستفيد من الكونتر اتاك بالفعل، يعني عم بيجي فرص تقلص الفارق. وهو اليوم دالهون ما عم بيلعب صح، بيقدر يلعبها هي الكونتر اتاك اللي بترجعه على السيت على طول. برافو يا شادي، خلص بيير بيحضر، ورواد عم بينهي بلا بلوك. رواد عم بينهي بلا بلوك، بس كنت تسليمه منيحه بالكونتر اتاك، بس صار بيقدر يلعب مثل ما بده. اول شيء بلشت الكونتر اتاك باستقبال منيح، بقول لك تسليمه منيحه يعني استقبال. 10-12 اكس اكس ال بطوله لبنان للفولي بول. الزهره متقدم على دالهون بمجموعه حاليا، نحن وياكم مشاهدينا بالمجموعه الثانيه. كارليتو طابه قويه وعاليه، دياغونال فوق البلوك، دياغونال قاسي هون عم نشوفها، دياغونال قاسي. كارليتو عم بيلعب دوره كثير منيح اليوم، وصل على السيرفيس. هيدا 10 نقاط، 7 من 12. ايسين، وهيدا بيير عم بيهدد الطابه. برافو يا شادي، تتخلص من ناتو. بلوك اوت ونقطة للطلائع 11-13. ريناتو فيريرا 9 من 12 لهلا اتاك، يعني نسبة كثير عالية. وعلى طول عم بنشوف عليه بلوكين لريناتو. 9 نقاط، 9 من 12. كان بيحكي عصام هلا. هيدا أول إرسال بيوصل. أوه حلو يا آدم، طابة قوية وحلوة من آدم. شوفوا مالله خطف. عماد ما بيقدر يلحق السريع أبدا أبدا. هيدا تياجو 10 نقاط، 9 من 11. استقبال عاطل، بتخلص. وأرتور كمان بيسجل. أرتور أربعة، أرتور رجع على النقاط، رجع صار عنده أربعة لهلا. هيدي صعبة صعبة، باس جاي من ورا براسه رواد. وهيدا تياجو 15-11، طابة وحدة، وبعده بيير عم بيعاني بالاستقبال. أول مرة ثلاثة بلوك آدم خوري. تكنيكال تايم اوت لمصلحة الزهرة 16-11.
عصام، يمكن استقبال دلهون هو نقطة الضعف الأساسية. مظبوط، استقبال وكونتر أتاك، يعني الغلط الاستقبال ما عم بيعوضوه بالفرص كونتر أتاك عم تجيهم، بينما الزهرة لهلا يعني دلهون ما قدروا استفادوا بشيء على الزهرة. أتاكهم عم بيكون منيح دلهون، بس الكونتر أتاك والاستقبال عم بيكونوا عاطل، ما عم بيقدروا يعوضوا بشيء، بينما الزهرة عم بيلعب مباراة كثير حلوة لهلا. نسبة الأخطاء تبعه نزلت كثير، ما عنده نسبة أخطاء. تعليمات من مدرب الزهرة الصربي دراجان للاعبي وتحديدا لأرتور. فريق دلهون كان بلش بأول بطولة بمستوى كثير عالي، ولا حاليا عم بيتراجع، صار في عنده عدة خسارات ورا بعض. مظبوط، في شغلة عنده، صاروا ثلاث مباريات مصاب فيهم زلاي، واجاهم لعيب بالنهار ذاته. التوب ريسيفر سياكو ب 80%، هذا اللي عم ينضرب عليه، يميل ب 55، زلاي ب 50، وبيير حلو ب 29. وهيدا تياغو كمان سوء استقبال، خلص عن ناعم، بيربحها رواد عن ناعم. شادي عندك لاعب بيستقبل، عم يستقبل 80% ولاعب عم يستقبل 55، انا بضرب على 80. ايه هذا لانه بالنتيجه ما عندهم احصائيات بين ايديهم تيشوفوا مين الغلط مين صح، بينما فريق الزهره عنده اياهم. هودي عنده لاعب عم يستقبل 29%، عم يضرب عليه، عم يضرب عليه، ما عم يضرب على 55 على زلاي. ايه استقبال هو اهم نقطه بالفريق. تبديل فات وائل محل عماد، خروج عماد، دخول وائل ربح. طيب جامب فلوت على ارتور وكارليتو، بتدافع من شادي، رناتو بيحضر ورواد كمان على الناعم، كونتر اتاك وعن جديد ادم. برافو يا ادم، يعني في تنسيق كثير كبير بينه وبين الباسور، عم ياخذ طابه بعيده عن الشبك وهو وياه حد بعده دغري، اذا بتلاحظها هون عم دغري ادم. صار خاطف ثلاث اربع طابات حلوين كثير ادم، سبع نقاط لادم وهذا خطيف. برافو يا ادم، 6 من 7 وايس عن جديد. لا برا، طابة برا؟ برا برا برا. رواد 13 17 تياغو بعده عم بيستقبل وشم ما بيسقط. ١٣-١٨ مجموعة تانية عم بيتقدم فيها فريق الزهرة بخمس نقاط. يعني الزهرة تقدر تهزهم بدك تضرب لهم استقبال، ولا معهم باسور كثير منيح ومعهم شويطة كثير منيح. يعني بتخلص وبسجل كريستيان هيكتور، عم بسجل طابة دفاعية حلوة كثير. أنا ما عرفت المشوار اللي أخذوا إياه لهونيك لجرام، ما بعرف ليه هاي اللعبة عادة كانوا يلعبوها مخصوصات الفرق البنات. هو ثقيل لبرون، يعني لعب تايم اوت عم بيطلبوا نبيل سرحال، يعني فرق 6 نقاط، ما بعرف شو بعد قادر يعمل. هيدا جمهور الزهرة عم بيحتفل، قادر على القليلة يقدر يرجع على الست مشان الست اللي بعده على القليلة. تنشوف، يعني مش مفروض يكمل هيك. ١٩-١٣ للزهرة على دلهون ضمن المرحلة ١١ من بطولة لبنان إكس إكس إل للفولي بول. توب سبايكر آدم خوري 86%، تياغو ب 82%، ريناتو ب 75%، أرتور زيك ب 57%، وزلاي ب 57%. آدم يعني خسران طابة وحدة. وهيدا شما اللاعب الفنزويلي تربيس تشامب على زلاي، وريناتو على المركز رقم 6 بتدافع من يميل، ورواد كمان عم تدافع، وارتور تتخلص الطابه. ريناتو عم بوصل، حضر عن جديد، وهالمره ارتور بسجل، هالمره ارتور عم بسجل. 20-13 الزهره متوجه بخطى ثابته ليربح المجموعه الثانيه. نشوف بلوك مان تو مان، صابي الحكم عم بيطلب توقيف المباراة لتمسيح الأرض.
هون مراقب المباراة الأستاذ يوسف الخوري والمسجل فاطمة طاش. ورئيس الاتحاد جان هميم ونوابه ورئيس نادي الزهرة عبد القادر علم الدين. شما زلاي هالمرة بيسجل. محمص كثير زلاي. هو معصب أكثر من محمص. إذا بتعصيب كاركتيره هيك هو. توب سكورر. عندنا كارلوس كارليتو بعشر نقاط مع تياغو بعشر نقاط، ريناتو بتسعة، رواد الحسن بثمانية وآدم خوري بسبعة. وبعدهم عندهم مشكلة بالسيرفيس للهون. عندهم مشكلة بكل شيء اليوم، استقبال، سيرفيس، بلوك. غريب. ايه تقل التركيز كلهم هودي. ارتور. ارتور الزايك. طابة خادعة من شادي شعبان بيربح فيها نقطة 15-21. بدل هون عم بيدخل وائل ربح من جديد بدل من الليبرو كيار حلو. وائل لاعب طويل وعلى الشبك معقول يستفيد منه لانه عم يلعب طابه سريعه، معقول يقدر يهدد الطابات السريعه. لوغران نقطتين، اثنين من اربعه. وبعده عم يدرب على تياغو. خلص. باس. كمان. وشادي بسقط. ارتور رواد مين بده ينهي الطابة؟ كمان عن جديد تدافع طابة حلوة وكارليتو بينهي الطابة. كارليتو بينهي الطابة. ثلاث مرات كونتر اتاك، ثلاث مرات ما استفادوا منها، رجعوا 22-15. نتيجة كبيرة بالشوط الثاني. كريستيان هيكتور على ارسال للزهرة راح يوصل خمس نقاط، خمسة من ستة. بعده ما وصل السيرفيس، عم بحاول يعني ليك صار له من السنة الماضية وهذا السيرفيس عم بحاول يظبط معه. غريب من السنة يعني الماضية. عم نشوف هون على ابلكيشن الليبانيز فولي بول 100% عاكين الزهرة 3-0، ما بعرف إذا رح تتحقق. هالمرة آدم بالفيلي. طب كانت واطية شوي على آدم. 17-22. غير ليل فيو، تغير وائل على وبعده استقبال منيح. طابة حمل هيك بيقول الحكم الدولي بس عم مش ميل على شما. شادي شعبان عنده سيرفيس اقوى من هيك بكثير يعني. هلا فاتوا بالجو وتايم اوت لدراجان 18-22 يعني قلصوا الفارق بشكل كبير، ثلاث نقاط على التوالي. رجعوا جربوا يضربوا السيرفيس شوي اقوى نتفه واتجاهه احسن لتقدر تلعب ضد فريق الزهره مثل ما قلنا. بدك تلعب، بدك تخض لهم استقبالهم لانه هيك هون بخف الضغط مع هذا وكله. كمان في كثير بوينت لاست لهلا بيير حلو ب 11 نقطه، ريناتو ب 8، رواد الحسن ب 8، كريستيان هيكتور ب 7 وكارلوس ريفيرا ب 7. إذا بتلاحظ فريق دالهون متصدر، أخطاء أساسية يعني. بس بيير كان عامل سبعة بأول ست يعني، هلا ثلاثة أربعة وأخف شوي زبط وضعه. وهن أصلا غيروا سيرفيسهم كمان، عم يدخلوا صاروا على زلاي بعد التيم أوت. خطأ بالإرسال 18-23 أو 23-18. وكارليتو كارلوس بيفادا. والله غريب يعني هذه الشادي اذا مش سمعها بحياته سمع شيء 1000 مره اكثر. 11 نقطه 8 من 15. برافو يا وائل. وائل بيسجل اول نقطه لوائل المباراه و 19-23 فرق نزل لاربعه. انه الطابه كانت بعيده عن الشبك. ريناتو تسع نقاط، 9 من 14. طابة جوات الملعب. ايز. طابة جوات الملعب 20-23. كل طابة بتزيح بين الواحد والستة بالسيرفيس، يعني بتزيح عن الخمسة. بتربح نقطة. يا بتربح يا أما بتاخذ كونت أتاك مقابلها. و
الدار رائع دلهون هون توب سيرفر كارلوس صوفيا ايسين وريناتو اول ايس يعني عندنا اثنين بس توب سيرفر تتهدى من ارتور وهالمره بلوك من زلاي عكاليتو 21 23 رجع دلهون على جو الجيم الثاني من بعد ما قلنا انه خلص الجيم بدنا قلنا توب بلوكرز كارلوس ريفيرا بلوك كلهم بلوك ادم عماد تياغو وزلاي بلوك 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 رناتو هالمره بالاوت كل ما بيقربوا لقدام بيرجعوا فشخه لورا دلهون يعني كان عم ببلش بيقدر يغير شوي بيقدر يصير اخفف يعني تياغو على الارسال للزهره عنده بالدو سيت 10 نقاط 9 من 11 نسبه عاليه اللي سعد الناعم تتخلص من يميل وائل بشوط وائل بشوط من ثانيه طابه هو 22 24 نقطة واحدة لأن هي الشوط الثاني زهرة هل يا ترى راح ينهيها هيدا وائل ربح على يميل وكمان بلوك من لوغران على شمه خلينا نعطيه حقه لطلائع دلهون باواخر هالمجموعه الثانيه كان متاخر فرق 7 نقاط رجع نزل الفرق لنقطه واحده تايم اوت لدراغان تنشوف وائل لا بعد التايم اوت اذا راح يكمل بتصور وائل بوصل ما راح ياخذ ريسك ابدا هو اساسا ما بياخذ ريسك نبيل سرحال وتعليمات للاعبي دلهون يعني ليه اوقات تغيير بفيد الفريق يعني مين يا ترى راح ياخذ الطابه عند الزهره هلا مين طابي على مين الطابي المفروض تكون يعني بين ارتير وجميل على بين الاربعه والخمسه اصلا وائل على طول بيضرب هونيك يعني لا عم بحكي انا هجوميا هجوميا مين بيهاجم المفروض ارتير يعني في عنا عنده ادم عنده كل تشويسز وعنده تياغو على مركز رقم ستة اذا استقبل منيح قادر يعني بس كمان معك لوغران على الشبك وائل تنشوف الزهرة شو عنده حلول تاين الشوط الثاني هي دوائل سيرفيس اكيد تيوصل تياغو استقبال وارتور ما بيسجل ترجع كمان دفاع وارتور عن جديد خلص كارليتو كارليتو بيسجل وبينهي المجموعة الثانية 25 23 والزهرة عم يتقدم 2-0 نحن مشاهدينا قبل عصام رح نروح لبريك ونرجع لقاعة الشياح الضبضبت مثل الشاطر مع XXL فودكا ميكس كل خبرية وإلى طعمتها مش مصدقة بقى توصل السفرة سترس الشغل قتلني نيالك بس لحق لي الحضره كل شيء حجزت اوتيل بعقي اصلا فيزا وباسبور جاهزين والتيكت وهلا مع اكس اكس ال فودكا ميكس كل هديه والى طعمتها تحت كل سده اكس اكس ال فودكا ميكس رح تلاقي هدايا فوريه قيمه أو رمز بتسجله على xxlvodkapromo.com أو على صفحتنا على الفيسبوك لفرصة ربح واحدة من 3 سيارات أوبل كورسا 2014 مع XXL فودكا ميكس دايماً ربحان مطابقة لقرار وزارتي الصحة والاقتصاد الضبضبت مثل الشاطر مع XXL فودكا ميكس كل خبرية وإلى طعمتها نرجع مشاهدينا انا وعصام وشادي لكم لنعطيكم شويه اوفر فيو مع شادي بالاول وراي عصام الفني بالمجموعه الثانيه، خلينا نبلش معك شادي مع الاوفر فيو يلي رح يعطينا اياها فريق الاحصاءات يلي عم يشتغل معنا. الاوفر فيو اكيد دلهون بعده على ثباته بالتوتال اتاك 54% كنا 55 بالشوط الاول، زهره 66% تراجع الزهره،
20 من 34 سايد اوتات سايد اوت اتاك، 17 من 27 زارا افضل، 7 من 16 كونتر اتاك، 18 من 26 2 من 41 ريسبشن اغلاط، 2 من 34 اكيد زارا افضل بعده. سيرف 2 من 8 1 من 8 3 متعادلين، بلوك 3 من 3 والديك الزهرة 24 بينما دهلهون 18. يعني دهلهون في تحسن بس مش هذا هو المطلوب. مظبوط شادي، الزهرة كانوا عم بيلعبوا عم بيضربوا السيرفيس على بيير، بيير ما كان موفق كثير بأول بداية بتاني أول سيت. رجع ضرب عليه تحسن شوي، غيروا عم بيضربوا على زلاي وزلاي ضب شوي ساعدوا لبيير أكثر، رجعوا فاتوا بالجو قدروا يشوتوا. وكمان حتى دلهون كمان غيروا اتجاه سيرفيسه شوي، كانوا عم يضربوا على تياغو رجعوا عم يضربوا على غير مطاريح، رجعوا فاتوا نتفي اكثر. بس شادي غلط غلطه باخر سيت ما بتتعود، كونتر اتاك لزلاي كانت ردتهم 24-24 وحتى زلاي صرخ له غلط. اذا 2-0 للزهره على دلهون، اول مجموعه 25-20، الثانيه 25-23. توب سكورر كارليتو ب 12 نقطه، ريناتو ب 10، تياغو ب 10، رواد الحسن ب 8 وادم خوري ب 7. يعني ما عم نشوف كثير سكوراج اليوم، ها يعني عادي نشوف اكثر في اخطاء اكثر من سكوراج. مزبوط. اذا بنطلع بالتوب يعني مين اكثر شيء عنده اخطاء بتلاقي نسبه الاخطاء كثير عاليه بالفريقين. شيما للفنزويلي موزع فريق الزهره، سيرفيس جامب عزلاي بتصور، لا عريناتو، وريناتو بيسجل. هون كارليتو خدع زميله بهالطابة ودلهون 1-0 بالمجموعة الثالثة. بفريق دلهون لهلا أكثر شيء ستابل عم بيكون ريناتو، وكمان عندك رواد عم بيكون منيح. يمكن راد بس رواد يمكن خسران شوي اكثر من ريناتو. هيدا رواد كارليتو موفق كثير كمان اليوم، هيدي نقطه 13 لكارليتو. هون عم نشوفها بالعرض البطيء مان تو مان وزلاي وبسجل، وهيدي المرة الثانية، هي الثانية مرة. شادي عم بغش معه الجرام، معه ما حدا بيسترجي يقرب عليه، زتا دغري. 2-1 لدلهون والحكام عم بينشفوا ارض الملعب. هيدا زلاي، يعني شادي فريق الزهره غير استراتيجي بالسيرفيس، عم يضرب على زلاي صار. 6 نقاط 5 من 9 مش اخذ طابات كثير اليوم زلاي. سيرفيس فلوت بتصور على يميل كارليتو بتهدى بترجع الطابة خلص زلاي بوصل وكارليتو على الدياغونال بسجل. 2-2 تعادل، وهيدي النقطة ال 14 لكارليتو. كمان لجران اليوم منه بالمود كثير لانه ما عم بيلعب، ما عم بيهاجم، نقطتين لهلا. طابة اوت هالمرة من ريناتو، طابة اوت من ريناتو. 3-2 للزهرة، أول تقدم بالشوط الثالث. كريستيان هيكتور لاعب رقم 16 بفريق الزهرة على الإرسال لفريقه. سيرفيس جامب بيوصل استقبال من بيير وبيسجل لوغران، ثالث طابة بيسجلها. يعني هيدي المجموعة الزهرة بيقدر يحزم المباراة. آدم خوري أفضل مهاجمين، آدم خوري ب 86%، تياغو ب 82%، كريستيان هيكتور ب 71%، ريناتو ب 63%، وكارلوس ب 55%. وبيسجل تياغو، عم بيسجل.
توب ريسيفرز تياغو ب 85%، ريناتو ب 71، زلاي ب 68، ارتورو زيك ب 57، ويميل ب 47. هالمرة سيرفيس بالاوت من كارليتو. يعني يميل على طول عصام انه الليبرو منتخب لبنان بيكون برسنتاجه افضل بكثير من 47%، على طول بنشوفه تحت ال 50. الليبرو بيفرق مينيموم 65% لازم يكون مينيموم. بلوك بلوك رائع عنده فات وائل محل عماد. وائل على الطابات السريع بيقدر يهدي كثير لاعبين سريع وائل، لانه لاعب طويل وعنده خبره ببلوك النص. خلص من شادي بيقرع الباس، ناطو بيخلص كمان شادي عم بيخلص، ما بعرف ليش عم تدافع بالطريقه هيدي. اوه طابه ما بتوصل من زلاي، غريبه هالطابه، يعني طابه هينه دفاعها بطريقه كثير، عم بيكون بطيء كثير بالحركه تبعه. نونشالونت كانوا دفاعها مش فرقانه معه، عم بيكون بطيء كثير بالحركه تيوصل على الطابه، مش بلونجون ولا شيء. تياغو استقبال 100%، وادم برد لوائل. هيدا تاني بلوك لادم، ما خلى ما خليه عليها، ما خلى ينبسط. برافو يا ادم، بلوك حلو مان تو مان. مساء خلفي اكيد ماله حق يطلع بلوك، بس صفر قبل ما تدق الطابه بايده، لو كان دق شبكه اساسا. 7-5 للزهرة. كمان تياغو عبيير ريناتو زلاي بسجل على المركز رقم 6. نقطة السابعة على زلاي. أفضل مدافعين يميل ب 11 دفاع، شادي شعبان ب 8، تياغو 6، بيير حلو ب 5، وخوسي ب 3 نقاط. هون عم نشوف كنا الكوتش دلهون عم يفكر شو معقول يعمل تيربح المباراة. وصل طابة وهالمرة بلوك من ارتول عرواد. تكنيكال تايم اوت للسهرة. تحسن البلوكات شوي بالشوط الثالث. شادي ما عم يستفيد ابدا من الكونتر اتاك، يعني جابوا على على الزاوية الضيقة وعلاله باثنين، بينما الأربعة مفتوح معه، معه لاعب قادر يضرب بسهولة على الأربعة. بتصور البلوك لآدم مثل ما بين علي بالعرض البطيء. لأرتور. لأرتور. كنا عم نحكي في شادي انه معه توب بلوكرز، عن شيء عصام توب بلوكرز، عندنا ادم باثنين بلوك، لوغرون ببلوك، ارتور زيك ببلوك، كارلوس ريفيرا ببلوك، وعماد سي بلوك، في عندنا كثير كمان بعد بلوك بلوك بلوك، ما في غير ادم خوري عامل بلوكين بس. عم نشوف لقطه رائعه لملعب الشياح. لقطه حلوه كثير. هيدا ادم على الارسال لفريق الزهرة. بذكر انه الزهرة متقدم 2-0، عنده 8 نقاط، 6 من 8. تركيز تام لادم. عبيير رجعنا. هيدا رواد ما بيسجل، بيسجل. جرب ادم يخلصها بس ما قدر. رواد هالمرة بياخذ بيطاره من ارتور، بلوك اوت، عرض البطيء، وين ربح؟ 7-8 لدلهون، الشوط الثالث، سيرفيس فلوت، كارليتو، وبلا بلوك، يعني شما عمل كل الشغل، طلع لوغران على النص، وعطى كارلوس سيكتور بلا بلوك، عم نشوفها هون بلا بلوك خالص. كريستيان هيكتور عم بتقول له كارلوس، كارلوس شما كارليتو. هيدا شما، هيدا شما معه نقطة وحدة شما اليوم. لا كنت عم بقول انه شما عمل كل الشغل،
طلع خلص الطابة وعطيه هي لكريستيان ببلوك واحد. كونتر اتاك رح يسجل كمان ما بيسجل. وزلاي بيسجل. 8-9. عطول الخيارات الكونتر اتاك عم تكون كثير سريعة. بما انه عنده يعني عنده حلول. واقرب شيء سجل معك لوكرون على الشبك وطابة كونتر اتاك جاي طابة بايدها كثير منيحة. ليه بده يلعب على الستة؟ رواد الحسن بتسع نقاط 9 من 20. لكن شفنا رواد بلش بداية صاروخية. وهيدا بلوك من زلاي ولوكران. بلوك ثنائي. شوفها بالعرض البطيء. هيدا البلوك لزلاي سجله فريق الاحصاء. 9-9. طابة حلوة كثير من كارليتو. المركز رقم واحد. هي النقطة 15. بيعطي التقدم لفريقه 10-5. وهيدا ارتور زايك رح يكون على الارسال للزهرة. كمان سوء تنسيق. تعادل 10-10. هيدا كاليتو من قليل ايام يخسر فيها طابة. مضبوط بالاخص هي المباراة. شادي فريق دالهون اللي كنا حكيناه اول بطولة اذا بتتذكر كنا قلنا اكثر فريق مبين منسجم، اليوم ما عم يبين الانسجام ابدا مش واضح، يعني في كثير طابات عم تطلع يعني ما كانوا الفريق عم يلعب مع بعضه. طابة قوية كثير بتتهدى. وشادي على الكونتر اتاك. ما بنتسجل كمان كونتر اتاك. كمان ما عم نسجل. غريب الكونتر اتاك وكمان صوت نسيب. نقطة جديدة للزهرة. عم يتكرر سوء التنسيق بفريق دالهون. غريبة هالطابة. يعني موه على الكل، ما حدا عارف منين طلعت منين نزلت. كريستيان هيكتور. بيير بيحضر لرواد. ورواد بلوك اوت. رواد بلوك اوت. هيدي نقطة العاشرة لرواد. لوكرون. داعش الجميع. 4 نقاط لوكرون. 3 من 5. طابة اوت. اجنبي. شايط بس خمس طابات بثلاث اشواط. هيدا شيء مش مقبول. كارليتو 15 نقطة 12 من 23 ايسان سيرفيس اوت. بتصور نزل بالكونترا تبعه هي خمس شوطات. زلاي بتدافع بتخلص. ادم بيوصل. بيير بيحضر. شادي لريناتو. ريناتو بيسجل. ناش ناش النتيجة. ريناتو تاني بس سكورر بس بالمباراة. هو وتياغو يمكن متعادلين. ايه وتياغو بس هو اثنيناتهم لعيبة أربعة بالمبدأ. لعيبة الكروس هن اللي بيكونوا بالتوب سكوررز. وين ما بيربح طابته. أوه مين سمع هالطابة؟ مين لحقها لكارليتو؟ هي يمكن سمعناها. افضل مدافعين يمين ب 13، بيير حلو ب 11، شادي شعبان ب 8، تياغو ب 7، خوسي ب 5، ورواد بتهدى. شادي دافع كمان من يميل. رح يسجلوا كونتر اتاك. ما بيسجلوا كونتر اتاك. وائل عم بيلقطوا لكارليتو. هيدا تاني بلوك لوائل. والتعادل من جديد 13-13.
ابويا وائل. وائل عم بيعمل شغل منيح وقت ما فات. شادي بتصور انا بالست الاولاني كان المفروض شوي يكون 12 نقطة لناتو 11 من 23 ايس واحد. تياغو ارتور برافو بلوك يا رواد. ورواد بسجل على يميل واول نقطة بيتقدموا فيها نادي دلهون بالشوط الثالث 14-13. اللي كنا عم نحكيه باول سيت لو صار شوية تغيير بقصة النص لانه وائل بيقدر يلقط لعيبة طوال اكثر من عماد. عماد على الطرف احسن من وائل بس بالنص وائل افضل. ريناتو 14-13 اوت كمان كل مرة بيريحهم هو دلهون عم بيرجع على المباراة. هن وحدهم عم يرجعوا يخسروا حالهم. هيك ظرف قادر يزت سيرفيس يعني عادي عادي ما بدها قوي ربحانين بلوكين افونتاج لالهم. هيدا ادم خوري بثمان نقاط 6 من 8 بورسنتاج عالي. سيرفيس واحد غلط. ريناتو وائل هالمرة ما بيسجل. ارتور طابة القلب على الأربعة وآدم طابة كانت بالأوت بخلصها هو. خمسة عشر تقدم لدى الهون. توب ريسيفر سياغو ب 81% ريناتو ب 70 زلاي ب 67 ارتور زيك ب 56 ويميل ب 53. هيدا وائل ربح. ياكو بعده استقبال كثير منيح لكن شبك من لوغران مظبوط طابق اوت كانت بس شبك من لوغران. ممكن عم شوف تياغو عم بيستقبل وعم بيهاجم على مركز رقم ستة. هو لعبته أربعة بيستقبل ويهاجم يعني إذا استقبل وهاجم بأفضل له من إنه ما يستقبل ويهاجم. شما 15 الجميع مين رح ياخذ تكنيكال تايم أوت؟ صحيح لي وزلاي هالمرة زلاي كاليتو بيلقطوا تكنيكال تايم أوت للزهرة. رح نرجع على المباراة بوقت حساس لدلهون يعني يا اما بده يرجع على المباراة يا اما 3-0 للزهرة. ما عنده شيء يخسره دلهون هلا بده يعطي كل شيء عنده. والزهرة كمان بتجرب يحسم لأنه ممنوع الغلط. تنشوف نحن وإياكم شادي وعصام والمشاهدين وهون زملائنا رالف وجون. شما 15-15 بيخلصها بيير. برافو يا بيير. رواد على الناعم ولا بيربح ارتور 17-15. المفروض هاد الطابه دلهون ياخذوها وهلا شغلة مهضومة. كوتش فريق الزهرة اجى ورانا طلع على الإعادة بالبطيء وطلب تايم اوت. مش هو اللي طلب تايم اوت نبيل سرحال بس اجى شاف الطابة على البطيء. عم بيتأكد من الطابة كان. بركي عم يشوف اذا عم نعمل ريبلاي. ريبلاي نهار الأربعاء الساعة 11 على الأو تي في. توب سكوررز كارليتو ب 17 ريناتو ب 12 تياغو ب 12 رواد حسن ب 11 نقطة وزلاي ب 10. شما بعده على الإرسال 17-15. بيير حلو ريناتو استقبال
بتدافع. رواد بسجل. هون الطابة كانت واطية كثير. لحقها سريع. 16-17 الإرسال مع رواد الحسن. وهيدي الصورة من سقف ملعب الشياح. رواد ب 12 نقطة، 12 من 25. وهيدي 13. 13 ودلهون عم بيعادل 17 الجميع. توب سبايكرز ادم خولي ب 75%، كريستيان هيكتور ب 67%، تياغو ب 65%، كارلوس ريفيرا ب 52%، وزالاي ب 50%. وهالمرة بلوك. هالمرة بنسجل ارتور. و 18-17 للزهرة. أنا بتخيل إذا دلهون قدر ياخذ الشوط هذا رح يعمل مشكلة أكيد. للزهرة بالشوط الرابع. أكيد أكيد. لأنه بيكون هون الزهرة طمن. تسع نقاط لأرتور. تخلص. كريستيان هيكتور. كريستيان هيكتور. عم يعطي التقدم لفريقه بنقطتين 19-17. وقت حساس جدا بهالمجموعة. باستقبال منيح ما فيك تخسر شو. ريناتو باس رواد ما بيخلص. وتياغو ما بيسجل. تياغو بيكبس عنده بشبكه. يعني غريبة انه الموزع على المركز رقم واحد على اثنين عفوا بشوط الدياجونال ما بعرف. فات شوي كتبوا على الشبك كثير. بس عم نحكي زلاي ب 10 نقاط 8 من 17 بس استقباله 100% وبعده على الدياجونال ما غير. شادي انت بتعرف انه لاعب بس تخف شوي ديتونتو بصير كل اتجاه اتاكو اغلبيته دياجونال بيرتاح اكثر. عنده لاعب منه صغير بالعمر بس انه لوغران على النص وشادي شعبان على النص بس المعطيات انه ما بيعود يقدر يطلع يبرم بسهوله بيضرب بس بكفه. سبع نقاط لكريستيان هيكتور. رواد بيرد بالاوت والفريق عم بيكبر 21-18. معه ثلاثة على الشبك كثير منيح. تايم اوت لنبيل سرحال. اكيد بدها تايم اوت. في اخطاء عالية صارت هون بهيدا، يعني اجيت طبتين يقدر يعطي على طابة الخط يعني خطيف ومعه خطيف منيح يعني عم ما قدر يستعمله. ورجع زاد طابة لرواد ورا وكمان مش مضبوطة، يعني في شيء شوي بالتركيبة اللعبة مانا كثير مفهومة. يعني شادي عم تكون على طول اللي عم يربح يخسر بنسبة الأخطاء. يعني عم بيغلطوا كثير ما عم بيربحوا عم بيغلطوا. عودة الفريقين على أرض الملعب. كريستيان هيكتور 21-18 للزهرة. بعد تايم اوت. هيئته ما عم بيحضر تي في كريستيان عصام. ما بيعرف انه بعد تايم اوت لازم يتوصل السيرفيس. مش متكل على التي في. 19-21. 19-21. لوغران. أربع نقاط، ثلاثة من خمسة. ومين على السيرفيس غير كارليتو افضل مهاجم المباراه افضل مسجل 17 نقطه 13 من 26 ايسان رح يعملهم ثلاثه على الناعم زلاي استقبال
ورواد شبك عتياغو. طيب تتهدى بس شبك شادي دالهون. المشكلة عنده عم يكون ايديه فوق وتحت، مش عم يكون ثابت، ما عم يكون ثابت صح، بينما الزهرة عم يضل بثباته. شادي شعبان يميل كارليتو بسجل نقطة 18 لكارليتو وفريقه متقدم بثلاث نقاط. هون عم نشوف لقطة حلوة كثير فوق لرناتو. كارليتو عم يكون كثير منيح بهالمباراة. تياغو 13 نقطة 12 من 19 تهدى هالمرة وارتور بسجل. ارتور بسجل بقوي 24-20. طابة وحدة لنهاية الشوط الثالث. ليكو ارتور وين عم يسجل؟ من فوق البلوك، من فوق وائل وريناتو. ونقطة العاشرة. هل رح تكون الطابة الأخيرة بالجيم؟ ياكو عن ناعم. خلص. توصل الطابة. تحضر. وبلا بلوك وائل ما بيسجل. هذا بوصل الطابة. وكمان بلوك هالمرة بس. شبك. ارتور بدق شبك. 21-24. نفس الوقفة اللي كانت واقفة بالشوط الثاني. وقتها ارتور ما سجل، كارليتو اللي سجل. مين رح يسجل هلا؟ 13 نقطة لناتو، 12 من 27. ارتور ما بيسجل كمان ارتور. كونترا اتاك بالشبك من ريناتو. بالشبك من ريناتو وعم ينهي المباراة فريق الزهرة 25-21. مباراة شفناها سريعة. أكيد عصام بدي رأيك قبل ما نشوف مقابلات من زميلنا عبد مع لاعبي الفريقين ياخذ رأيهم بهالجيم. مثل ما كنا عم نحكي خلال المباراة كلها، هلا فريق دالهون عم بيكون كان مش 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 ثابت، بيطلع وبينزل، يعني بيطلع بقرب سكور بس يوصل على نتيجة حلوة، قادر يوصل على سكور تبع الزهرة، عم بيصير عنده أغلاط، بينما فريق الزهرة كان كثير متناسى وعم بيلعب لاعبته، يعني الأجانب تبعه كانوا كثير موفقين وكل المجموعة كانت موفقة، بيستاهل الفوز. عصام توب سكورر. عندنا كارليتو كنا عم نحكي عنه طول المباراة 18 نقطة، رواد حسن ب 13، برافو يا رواد، تياغو ب 13، ريناتو ب 13 وأرتور زيك ب 10 نقاط. أرتور زيك 10 نقاط وزلاي عنده 10 نقاط، رح نكفي نشوف شوية إحصاءات إذا بنقدر تنشوف إذا صار عبد جاهز، إذا بنروح لعند عبد وبنرجع بنشوف إحصاءات. إذا إلي فوز فينا نقول صعب بمراحل وسهل كنتيجة أشواط، ولكن صعب خلال الأشواط إلى جنبي لاعب نادي الزهراء آدم خوري. آدم كيف شفت المباراة؟ عانيت بالأشواط ولكن فوز 3-0. أول شيء فريق دالهون فريق كان عم بيعمل انتصارات حلوة، جينا محضرين كثير منيح للجيم، كان عندنا ستاتستيك كل واحد دارسين وين بده يلعب وشو بده يلعب، وكنا كان صار لنا فترة ما كنا عم نلعب كثير منيح، كان عندنا مش شوية انسجام، بس هلا عم يمشي الحال وكثر خير الله عم نربح. ثانك يو حبيبي. وإلى جنبي إلي أيضا لاعب نادي دالهون رواد الحسن. رواد نتائج متقلبة لدالهون، فوز انتصار فوز انتصار، شو اللي صار اليوم معكم بالمباراة؟ نحن بلشنا بالبطولة كثير منيح، كنا محضرين كثير منيح، ربحنا 5 جيمات ورا بعض، بعدين صار في إصابات بالفريق، جربنا نغير أجنبي ما مشي الحال، فبتعرف هذا الموضوع بيأثر نفسي على الفريق، وثابت الله ما وفقنا، كنا جايين ضد الزهرة عاملين حساباتنا إنه ننافس أو نربح أكيد، بس ما توفقنا كثير، عندنا مشكلة كان شوي بالاستقبال، والأجنبي بعده مصاب سابي، هيك صارت، إن شاء الله غير مرة، مبروك أكيد للزهرة. اوكي ميرسي، هذا كان كل شيء لي، عودة لك. شكرا عبد. نحن وعم نشوف اوفر فيو، او قبل ما نشوف اوفر فيو، تنورين بالمركز الاول، زهره ثاني، بوشريه ثالث، انوار رابع، حبوب خامس، وبلاط سادس. زهره
طلع للمركز الثاني. اوفر فيو شادي، اوفر فيو 47% لهيدي دلهون، على الزهره 58%، 27 من 55، 24 من 42 بالسايد اوت اتاك، 14 من 33، 25 من 42 بالكونتر اتاك، 2 من 64 من 2 من 52. اكيد الزهره افضل على الاستقبال، كان 1 من 11، 2 من 10 تقريبا متعادلين بالايسات، بلوك 1 6 ب 6، بينما توتال ديجز الدفاعي يعني كان افضل عن نادي الزهره من نادي دلهون. هجوميا ودفاعيا كانوا افضل، بالبلوك متعادلين. هيدي ريزومي شامله للمباراه كانت اليوم. شكرا لك شادي وشكرا لعصام. خليني قبل ما اختم اقول انه الليله 6:30 يعني بعد شوي بوشريه بلاط، مباراه كثير قويه، مشعل الجيش 8:30 والالمون تنورين الساعه 8:30. نحن الاسبوع الجاي رح نكون نحن وياكم من قاعه كارلوس سليم بمباراه كمان قويه بتكون بختام الدور الاول من بطوله لبنان اكس اكس ال للفولي بول. كونوا معنا مشاهدينا، الى اللقاء. Whoa!